الرعاية والحماية للأشخاص المسنين. تأتي جهودنا ضمن الإصلاحات التي تعرفها البلاد والتي كرسها دستور 2020 من خلال برنامج وطني لإنشاء المزارع والحدائق البيداغوجية بدور الأشخاص المسنين بهدف أنسنة المحيط وتكييف المرافق الموجهة لفائدتهم عبر تكفل يدمج النشاطات الطبيعية والتكفل النفسي. وباشر قطاع التضامن الوطني على إطلاق مشروع تعميم المزارع والحدائق البيداغوجية العلاجية عبر دور الأشخاص المسنين، وسيتم مستقبلا العمل على توسيعها. كان فيه أول أيضا تجربة بالنسبة لكبار السن، خاصة في دور المسنين على مستوى القطاع، وإحنا مصادقين على مخطط مدريد للشيخوخة، وطبعا كنا سباقين في تنفيذ التزاماته بالنسبة لكبار السن، وهو إقامة مزارع وحدائق بيداغوجية نفسية بدور المسنين، طبعا في إطار التكفل النفسي والمرافقة النفسية لكبار السن، وأيضا الاستثمار أيضا في قدراتهم، لأنه كثير من أيضا كبار السن يتقنوا، خاصة الرجال يتقنوا الفلاحة ويهتموا كثير بالبيئة وتربية طبعا بعض الحيوانات.